أ شحال كتساوي؟ واحد على أ كيساوي 4. إذا هنا غنجيب لهنايا غنديرو العمود على هذا اللي كيمر من 4 هنا، وغنديرو العمود على هذا اللي كيمر من 13، هي تقريبا 13. إذا غنلقاو النقطة الأولى هنا، النقطة الأولى هي هذه، نلقاو النقطة الأولى هي هذه. النقطة الثانية 16 5، إذا 16 هي ها 5، هي هذه إذا عندنا 21 6.67، إذا 21 تقريبا هنا واحد وعشرين تقريبا غادي هنايا 6.67 تقريبا هنا. إذا بقاتنا القيمة الأخرى 32 10، إذا 32 ها هي، إذا حنايا غادي ها 10 هنا تقريبا، هذه هي النقاط وقلنا إلا نجمعها كتلاحظوا بأن حصلنا على مستقيم. إذا هي هذه، هذا هو المنحنى ديال، هذا هو المنحنى كيف تتصرف ديال الدي عرض البقعة المركزية بدلالة واحد على أ. السؤال الثاني الثالث الآن، وقد ماذا تستنتج؟ إذا دي دالة واحدة على أ دالة خطية، إذا بما أن منحنى دي دالة واحدة على أ دالة خطية، فإن دي تتناسب طرادا مع واحدة على أ، فإن دي تتناسب طرادا مع واحد على أ، أي دي تتناسب عكسيا مع أ. إذا كان تناسب عكسي يعني إذا زادت القيمة ديال دي كتصغر القيمة ديال أ، ولا صغرت القيمة ديال ولا كبرت القيمة ديال أ كتصغر القيمة ديال دي. وهذا الشيء شفناه قبل بأن العرض البقعة المركزية والطول ديال الفتحة، ولا العرض الفتحة والطول البقعة المركزية كيمشيو متعاكسين. إلا كل ما صغر العرض ديال الفتحة كل ما كيزيد الطول ديال البقعة المركزية، وهذا الشيء اللي استنتجناه هنا. نبتدي تقلت مع عرض الفتحة التي تمكن من الحصول على بقعة مركزية طولها الدي كيساوي 18 مليمتر. نبتدي تحديد عرض البقعة، عرض الفتحة التي تمكن من الحصول على بقعة مركزية طولها دي كيساوي 18 مليمتر. نحن الآن عندنا المنحنى، ها هو المنحنى. إذا الآن نقدروا نشوفوا القيمة 18 في راسها، يعني 18 غتجي هنا، هي غنشوفوا النقطة المنحنى كتوافقها. إذا نمشيو للمنحنى ونشوفوا شحال القيمة ندير واحد على أ اللي كتعطيني القيمة 18. إذا نمشيو للمنحنى ها هو، غندير المنحنى ديالي، شوف النقطة المنحنى اللي الأرتوب ديالها اللي دي ديالها هو 18. إذا النقطة المنحنى اللي دي ديالها هو 18 هي هاد، هي هاد. إذا نشوف أقصد هاد النقطة هادي شحال، ندير هنا إسقاط العمود ديال هذا المحور، تقريبا هنايا 5.6، تقريبا 5.6، أصيب الأخطاء جيبة 5.5 5.6، هاد القواعد هنا هي 5.6، 5.6 شو كتمثل؟ واحد على من خلال المنحنى
من خلال سؤالنا لها، من خلال المنحنى لدينا دي تساوي 18 مليمتر توافق واحد على أ تساوي لنا 5.6 ملي متر موازنة. إذا كانت واحد على أ هي 5.6، إذا أ هي مقلوب، ومنه كملنا السؤال، ومنه واحد على أ كيساوي واحد ولا، ومنه أ غتساوي لنا واحد على 5.6 كتساوي لنا، شوفوا تصبح هذه 0.17 تقريبا 17 ملي متر، تقريبا 0.17 ملي متر. إذا العرض الفتحة اللي غنستعملو باش نحصلو على طول البقعة المركزية 18 ملي متر هو 0.17 ملي متر. رابعا الآن احسب دي المسافة بين الشاشة، بين الفتحة والشاشة في حالة أ كتساوي 0.25. نحسب الآن المسافة بين الفتحة والشاشة، مسافة دي، الآن نحسب المسافة دي باش كنوصلو لهاد نحسب مسافة دي ولا هادي، كنعتمدو على داك العلاقات ديال تيتا، العلاقات بجوج ديال تيتا. إذا حساب السؤال الرابع، حساب دي المسافة بين الشاشة والفتحة. لدينا نعلم أن تيتا كتساوي لنا لوندا على أ، غادي شفناها في الدرس، و لدينا أيضا تيتا تساوي لنا ال على جوج دي، هي العلاقة اللي شفناها في الدرس. غير ننتبهوا لعند الرموز، إذا هادو العلاقات اللي جبت في الدرس، هادو العلاقات اللي خديناها من الدرس، الآن نحاول نكيفو مع الرموز ديال التمرين. طول الموجة باقي هو لوندا، العرض الفتحة باقي هو أ، المسافة بين الشاشة والفتحة باقية هي د كبيرة، ال هنا كيمثل في الدرس كان هو الرمز ديال طول البقعة المركزية، هنا مزولو بد صغيرة، إذا غنحيد هادي وغندير في بلاصتها د صغيرة. إذا د على جوج د كتساوي لنا لوندا على أ. إذا الآن نقلب هاد العلاقات هادو هنا، إذا بما أننا باغيين د كبيرة، جوج د على د كتساوي لنا أ على لوندا. إذا دي اش كتساوي؟ نطلع هاد دي لهنا ونقسم على جوج، إذا هي أ في دي في طول البقعة على جوج مرات لوندا. إذا لوندا عندنا العرض الفتحة أ عندنا عطاو لنا هو 0.25 مليمتر، طول ديال البقعة المركزية دي هذا واش عندنا ولا ما عندناش؟ ما عندناش، نجيبو من خلال الشكل. ناخدو من الشكل دي، ما عندناش شي مغطى على دي بالنسبة لعند 0.25، ما عندناش. إذا بالنسبة لعند 25 عندنا في الجدول، في الجدول عندنا أ فاش كانت 0.25 كان دي هو 13، إذا كلشي عندنا بقى معنا تخمين العدد. إذا أ هو 0.25 مليمتر، نحولوها في 10 ناقص 3، دي غنجيبها من الجدول، غتشوفوا الجدول فاش كانت أ هي 0.25 العرض البقعة كان هو 13 مليمتر، إذا غادي نحولوها 13 في 10 ناقص 3 على 2 في لوندا راه معطيه لنا هي 633 نانومتر، 633 نضربها في 10 ناقص 9، لأن النانومتر هو 10 ناقص 9 متر. إذا التطبيق على اللي غنلقاو بأن دي المسافة كتساوي لنا 2.57 متر.